أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن البحرين أثبتت على الدوام أنها قادرة على مجابهة أي تحد بحب أبنائها من فريق البحرين وبحرصهم وتعاضدهم وتلاحمهم في مختلف الظروف، فوحدة المجتمع وتماسكه هو مرتكز النجاح أمام أي تحد لتجاوزه بكل عزم وعزيمة لمواصلة بناء مسيرة الوطن وفق النهج الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه إننا في مواجهة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وهذه المواجهة تتطلب إسهامات الجميع ووقفتهم الوطنية كي ننجح ونمنع انتشار هذا الفيروس، فصحة وسلامة الجميع هي الأولوية الدائمة لنا وهو ما نسعى له عبر كافة المساعي والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في مجلس بقصر القضيبية اليوم عددا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار المسؤولين والوزراء وعددا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حيث نوه سموه بأن الجهود القائمة لفريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين هي جهود مشكورة ومقدرة، كما أن الإجراءات الحازمة والصارمة التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19 أثمرت على نتائج إيجابية حتى الآن، لكن التحديات تستوجب مزيدا من العمل المشترك بعد رفع الطاقة الاستيعابية لمراحل التصدي للفيروس من فحص وحجر وعزل وعلاج، والعمل مستمر بما يحفظ كافة أفراد المجتمع. من جانبهم أعرب أصحاب السمو المعالي والسعادة الحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة لكافة الجهود الوطنية المبذولة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.